شهريار العرب البلدوزر دكتور محمد عبد السلام. أول الشغل كله على العلاج النفسي عشان عريس الليلة برنس عبد الله. والليلة كلها بتقول لي يا ابو حمصة اوعى تقول اي حاجة قال لما نسمع الغيار بتاع يا كاسر كل سليم يا محمد بقت فيروس. تعالى دمرت الصوت كله بغياراتك يا محمد. كان معانا 17 سماعة على المسرح ما عادش الا 3 يا محمد. بوظت ال 14 سماعة يا محمد. قول يا حمصر ومش كل الصحاب يمين ولا كل الصحاب شمال، وفي صاحب احسن من اخ وفي صاحب منه له. اللي صاحبه راجل تمام يسمعنا السقف قبل ما نقول اي حاجة. اجدع صحاب ربنا يخليكم لبعض، واللي صاحبه راجل جدع يحافظ عليه بايده واسنانه. انا اللي بقول الصاحب التمام اللي عينه شبعانه عمرك ما هتشوف منه اي خيانه. أنا اللي بقول الصاحب اللي عينه شبعانة عمرك ما هتشوف منه أي خيانة، وأنا اللي بقول مصير الأيام تبين الصاحب الجدع التمام من الصاحب الندل الجبان. طول ما انت عايش يا ما هتشوف. انا اللي بقول انا عجبي على اصحاب مريضة نفسيا إذا تلاقت الوشوش الكل لازم يحضنك ويبوس. من الأول عشان لابشين بدون أي كلام عشان الليلة، ومن هنا بدأ الكلام والتعليق على السلام، وأنا من غير أي تحيات بقول من الأول ومن العندي قبل العين ديت على دماغي لابشين خط العمد الغربية وكل رجالتها بنصب عليكم. أنا اللي بقول الصاحب اللي عينه شبعانة عمرك ما هتشوف منه أي خيانة، وأنا اللي بقول مصير الأيام يا أبو حمصة تبين الصاحب الجدع التمام من الصاحب الندل الجبان، وأنا اللي بقول يا محمد
انا عجبي على اصحاب مريضة نفسيا، اذا تلاقت الوشوش الكل لازم يحضنك ويبوس. وانا اللي بقول انا عجبي على ناس مريضة نفسيا، مهما تحضنك وتبوس بتبقى عايزة تعضك وشايلة في النفوس. فيروس نفسي، الجو بقى فيه فيروس ندالة، فيروس البشر، ومرضهم هو مرض طمع النفوس. بس انا باسم الابشيط حمصاني بقولها، ياللي انت غاوي ماشي الرجال والعيش والملح والمعروف، انا عايزك تحافظ على صاحبك الجدع، لان الصاحب الجدع في اي مكان تمامه معروف. الدنيا اتشقلبت شقاليب، والصاحب المعيوف فيها عاوز يشد حيله، والنعجة نايمة جنب الديب وبتلها خرمت له عينه، واللي بيفهم بيريح. الراجل الفهمان يسمعنا سقفة محبة لرسول الله. مستشفى الحظ عايزين نتحظى، مستشفى الحظ علشان نتحظى، مستشفى الحظ عايزين نتحظى، مستشفى الحظ عايزين نتحظى. صنع البهجة، عبد الله يا محمد، صنع البهجة، صنع
الشعب اختارك علشان افكارك والصوت اختارك علشان مجمالك. والله يا محمد والله يا محمد انا بقيت لقيت سوق الرجال نزلت سوق الرجال ما لقيتش فيه عدال نزلت سوق الحريق لقيت كل لعيب في اللي طلع بيك في ثانيه تخلع بيك في اللي طلع بيك ثانيه تخلع بيك ادينا جمال. والله يا محمد وعسلام انت سامع البهجه عسلام انت عسلام سامع البهجه ادينا كمان بقول لك يا فندينا وحياتي عندك من تاني السلام وحياتي عندك من تاني السلام اتكل عليك شديد اسيادنا راضيين عليك قول يا نجم قول واحنا وراك على طول ارفع عباد يا زمن ننسى اسالك سؤالين سؤالين اتنين اتنين سؤالين سؤالين اتنين اتنين جرحت ليك يا زمن جرحت ليك يا زمن والقلب وياك العين العين الاتنين الاتنين العين العين الاتنين الاتنين يلا روح عالسلام يا عالسلام يلا روح يا دنيا قاسية ليه؟ قاسية علينا ليه؟ يا دنيا قاسية ليه؟ قاسية علينا ليه؟ يا دنيا قاسية ليه؟ قاسية علينا ليه؟ ليه ليه ليه؟ ليه؟ يا دنيا قاسية ليه؟ قاسية علينا ليه؟ يا دنيا قاسية ليه؟ قاسية علينا ليه؟ يا دنيا قاسية ليه؟ قاسية علينا ليه؟ ليه ليه ليه؟ خربانة ولعانة خربانة ولعانة خربانة ولعانة خربانة ولعانة ولع 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 يلا يا عم سلام ارفع وعليك يا وارجع تاني واقول لك الجاني بعدي يشكل دمع العين الجاني بعدي يشكل دمع العين الجاني بعدي يشكل دمع العين يشكي من حب جديد يحكي وانا نار تقيل ارفع ايدك كده كده الجاني بعدي يومين يشكل دمع العين الجاني بعدي يومين يشكل دمع العين الجاني بعدي يومين يشكي دمع العين يشكي من حب جديد يحكي وانا نار الدين وسمعت فكر شريف وسكت وقلبي شديد شافني ظلم يا ناس على الدال حرام من جرح الاحساس بألام واشد الام اوصيك بالصبر يا حلمي اوصيك بالصبر اوصيك بالصبر يا قلبي ومليش انا في الايام مرسوم على وشي الابتسامة وفي كل بلد ليا علامة والبركة في حب الناس ومليش انا في الايام مرسوم على وشي الابتسامة كل بلد ليا علامة طب اللي بيحب محمد عبد السلام يرفع ايده الاتنين اللي فوق اللي بيحب محمد بص حمص انا جدع ايوه انا جدع لا عمري يوم ده انا قلت انا جدع لساني نطق بكلمة ورجع واللي يقول غير كده كذاب انا جدع ايوه انا جدع لساني نطق بكلمة ورجع لساني نطق بكلمة ورجع واللي يقول يا
يا خراب عليك يا محمد، ولعت الفرح يا محمد، يا خراب عليك يا محمد، ضوء الناس يا محمد، يا خراب السنين يا محمد، محمد منك ايه يا محمد، يا خراب السنين يا محمد، منك ايه يا محمد، يا محمد يا رجاله.